الرحمن الرحيم. لكن يا حبايبي عاملين ايه؟ النهارده هنعمل لكم ان شاء الله اكل حلو وجميل باذن الله، يا رب تعجبكم. عندي هنا ميه مغليه احط فيها البهارات، هنعمل رز بالخل، ده زبيب، كركم، ملح، معلقه سكر، فلفل، ودي دوت دي بهارات انا عاملاها عندي، دي زعتر على قرفة على كوبيبة صيني، ونحط الخلطة دي في المية وهوريكم اعمل ايه. بسم الله. معانا هنا مفيش عندي لومي، فهحط نص ليمونة زي ما هي، هبقى اطلعها زي ومعلقة سمنة. حط الرز، بسم الله الرحمن الرحيم، الرز اللي انا قعاه نص ساعة. تقلب واوريها لكم، ورجعنا لكم. ده الرز بعد ما نشف، تحت تحفة، ودي الفراخ اللي عاملها عليه. نبدأ الصدمة الأول بمعلقة سمنة، دي البهارات اللي هحطها عندي، بابريكا وكركم، ملح، وبهارات شاورما، وبصل بودر، وثوم بودر، وبهارات فراخ. حطينا البهارات، البهارات دي مش كتيرة، نص معلقة من كل حاجة صغيرة، معلقة صغيرة. معلقة خل ومعلقة ليمون. بقى شوية ونرجع لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. كده الرز خلص معانا، دي الفراخ بس هديها وشه في الفرن ووريها لكم. احنا بسم الله هنعمل التومية السوري، عمل الاكل يخلص. معانا كوباية مية وعليها معلقتين نشا عملناهم على النار، ومعانا بياض بيضة 4 فصوص ثوم، معلقة خل، ومعلقة ليمون، ونص كوباية زيت. حطيتهم في الخلاط، ومعلقة ملح. نضربهم ونرجع لكم تاني. رجعنا لكم تاني، هنا غرفنا الرز، وهنا الفراخ اللي عملناها بطعم الشاورما مع عيش محمص
ومعانا التوميه، وهنا جوز، هنا زبيب ولوز عشان نحطه مع العش. بسم الله الرحمن الرحيم. بجد تحفة. حاضر يا يوسف. حاضر يا حبيبي. ماشي روح. حط الفراخ. بسم الله. جربوه يا رب يعجبكم. نحط على الوش شوية تومية. بسم الله الرحمن الرحيم. التومية السورية يا جماعة. نحط عليهم الجوز. اللوز والزبيب. وده الشكل النهائي. يا رب يعجبكم. لو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ومع السلامة.